مشاهدينا الكرام، زملائنا المدرسين، طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، نرحب بكم في ندوتنا لهذا اليوم والتي سنضيء من خلالها على ثلاثة محاور من الوحدة الثانية من كتاب الجزء الأول لمادة الرياضيات. وهذه المحاور هي النهاية الحقيقية لتابع عند اللانهاية الموجبة أو السالبة والمقارب الأفقي، والمحور الثاني هو النهاية اللانهائية لتابع عند عدد حقيقي والمقارب الشاقولي، أما المحور الثالث فهو النهاية الحقيقية لتابع عند عدد حقيقي، مع توضيحها بأمثلة داعمة وعروض تفاعلية يقدمها زملاؤنا المشاركون بالندوة. في البداية أرحب بضيفي الأستاذ شادي سمعان، مدرس في تربية اللاذقية. أهلا بك أستاذ شادي. الأستاذ هاني حلاوة، مدرس في تربية حمص. أهلا بك. في البداية أستاذ شادي، أبدأ معك بالمحور الأول، لنبدأ بتعريف النهاية الحقيقية عند اللانهاية الموجبة أو السالبة وتوضيح للمقارب الأفقي. شكرا أستاذ على المقدمة. وبالحقيقة الفهم والقراءة الجيدة للتعريف قبل البدء بأي بحث هو ينم عن حل التدريبات بشكل دقيق تماما، دون اللجوء إلى حفظها بطريقة صماء تماما. لذلك علينا دائما قراءة التعريف بدقة وكما هو وارد في الكتاب حتى يتسنى لنا حل التمارين بشكل يسير تماما. سنبدأ بالحقيقة بموضوع النهاية الحقيقية أو نقول المنتهية عند اللانهاية الموجبة أو اللانهاية السالبة وما هو المقارب الأفقي. تابعوا معنا طلابنا على الشاشة. بداية أعزائي الطلاب، نقول عن تابع أنه معرف في جوار اللانهاية الموجبة إذا ضم مجموعة تعريفه، كل مجال من مفتوح من الشكل من A إلى الزائد لانهاية، طبعا حيث A هو عدد حقيقي. ولنبدأ بداية بالتعريف. نقول أن نهاية F عند اللانهاية الموجبة هي العدد الحقيقي L إذا كانت قيم Fx تصبح قريبة من القيمة L أو تتجمع حول L. إذا نستطيع قراءة الكلمتين، عندما تصبح X كبيرة بما يكفي، ونكتب نهاية Fx عندما X تسعى نحو اللانهاية الموجبة يساوي L. إذن هذا بداية نص التعريف الذي سنقرأ صياغة ونقول عن في هذه الحالة أن المستقيم الذي معادلته L يساوي L مستقيم المقارب الأفقي عند اللانهاية الموجبة للمنحني CF، لأن المنحني يقترب من هذا المستقيم عندما تزداد قيمة X. إذن الآن قرأنا نص التعريف، لنقرأ أيضا نشاهد رسما بيانيا ونشرح ما معنى هذا التعريف على الخط البياني أمامنا. لاحظوا هنا أمامي أعزائي الطلاب رسما بيانيا لخط البياني CF. لاحظوا، نكبروا قليلا، ونلاحظ هنا وجود ثلاث مستقيمات، معادلة الأوسط Y بتساوي L، والأعلى Y بتساوي L زائد إبسيلون، وفي الأسفل Y بتساوي L ناقص إبسيلون. من هو إبسيلون؟ نلاحظ أن إبسيلون هو نصف قطر المجال المفتوح الذي مركزه L. وهنا نقرأ الصياغة الدقيقة. إذن شاهدنا الرسم وسنشاهد نقرأ الصياغة الدقيقة. مهما اخترنا العدد إبسيلون أكبر من صفر، إذن هنا يجب أن يكون إبسيلون عددا موجبا تماما، فإن قيم Fx ستقع داخل المجال المفتوح L ناقص إبسيلون إلى L زائد إبسيلون بدءا من قيمة معينة A، وذلك كما هو موضح في الشكل المجاور. لاحظوا عندما عرفنا هذين المستقيمين، لاحظوا معي أعزائي الطلاب عندما تكون على الرسم X أكبر تماما من العدد الحقيقي A، كيف وقع الخط البياني داخل المنطقة الزرقاء المحصورة بين حدود المستقيمين المذكورين Y بتساوي L زائد إبسيلون و Y بتساوي L ناقص إبسيلون. إذا معنى ذلك هناك علاقة تربط ما بين العدد إبسيلون وهذا العدد A. سنرى الآن عرضا تفاعليا يوضح هذه الفكرة. تابعوا معي لو سمحتوا هذا العرض التفاعلي.
لاحظوا معي، الخط الأخضر هو الخط البياني للتابع. لاحظوا أنه انقسم إلى قسمين، أحمر يقع خارج المنطقة الزرقاء وأخضر داخل المنطقة الزرقاء. وقع لاحظوا وقع الخط البياني ذو اللون الأخضر عندما X أكبر تماما من A. حركنا هنا أو بشكل مباعد، والآن سنلاحظ أن بتغيير قيمة إبسيلون ستزداد معها قيمة، أو بأحرى كلما قلت قيمة إبسيلون وأصبحت قريبة نوعا ما من الصفر تسعى A بقيم أكبر، ونلاحظ أن الخط البياني أصبح رويدا رويدا قريبا من المستقيم الذي معادلته واي بتساوي الال، وهذا هو ما ندعوه المقارب الأفقي لخط بياني. تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ شادي على هذا التوضيح. أستاذ هاني لو سمحت تعطينا مثال على هذا التعريف. نلاحظ المثال على الشاشة، ليكن سي الخط البياني للتابع F المعرف على المجال المفتوح من واحد وحتى اللانهاية الموجبة وفق علاقة الربط Fx تساوي 5x ناقص واحد على x ناقص واحد. والمطلوب أولا جد نهاية التابع F عند اللانهاية الموجبة واشرح التفسير الهندسي للنتيجة. الطلب الثاني أوجد عددا حقيقيا A يحقق الشرط إذا كان x أكبر من A كان Fx عنصرا من المجال من 4.9 وحتى 5.1 مجال مفتوح. نلاحظ الحل، Fx هو تابع كسري بسطه ومقامه كثيري حدود من الدرجة الأولى. تعلمنا في الصف الثاني، معلش أستاذ هاني نزيح الورقة شوي نفتلها. تماما تعلمنا في الصف الثاني الثانوي أنه لحساب نهاية تابع كسري عند اللانهاية الموجبة أو اللانهاية السالبة نكتفي بإيجاد نهاية الحد المسيطر في البسط على الحد المسيطر في المقام. هنا الحد المسيطر في البسط 5x وفي المقام x، باختزال x مع x سوف يبقى لدينا عدد ثابت هو الخمسة، وبالتالي ستكون نهاية fx عندما x تسعى نحو اللانهاية الموجبة هي العدد الحقيقي 5. الآن بما أن النهاية عند اللانهاية الموجبة هي عدد حقيقي، سيكون هندسيا المستقيم y يساوي الخمسة، المستقيم الذي معادلته y تساوي خمسة هو مقارب أفقي للخط C في جوار اللانهاية الموجبة. هذا ما نسميه التفسير الهندسي للنهاية. الآن في الطلب الثاني، المطلوب إيجاد عدد حقيقي A يحقق شرط إذا كان X أكبر من A كان Fx عنصرا من المجال من 4.9 لل 5.1. الآن لنحدد مركز المجال ونصف قطر المجال. مركز المجال هو النهاية التي أوجدناها في الطلب الأول وهي العدد 5، لأنه كما ذكر الأستاذ شادي عندما تكون نهاية Fx عند اللانهاية هي L سوف تتجمع قيم Fx في المجال الذي مركزه L ونصف قطره إبسلون عندما تصبح X أكبر من العدد الحقيقي A. الآن مركز المجال هو L تساوي الخمسة. الآن نصف قطر المجال، بما أن المجال من الشكل L ناقص إبسلون وL زائد إبسلون من الواضح أن L هي خمسة، هنا أضفنا إبسلون واضح أن إبسلون يساوي 0.1. الآن تعلمنا في الصف العاشر أنه إذا انتمى عنصر إلى مجال مفتوح كان بعد هذا العنصر عن مركز المجال أصغر تماما من نصف قطر المجال. طبعا القيمة المطلقة تدل على المسافة، وبالتالي بعد Fx عن L نقول أنه Fx ناقص L بالقيمة المطلقة سيكون أصغر تماما من نصف قطر المجال والذي هو إبسلون. الآن نعوض 5x
ناقص 1 على إكس ناقص 1 ناقص المركز هو 5، أصغر تماما من نصف القطر وهو 0.1. بتوحيد المقامات يصبح لدينا 5X ناقص 1 ناقص 5X زائد 5 على إكس ناقص 1 بالقيمة المطلقة، أصغر تماما من 1 على 10 وهي 0.1. الآن يبقى لدينا في البسط 4 وفي المقام إكس ناقص 1 بالقيمة المطلقة، أصغر تماما من 1 على 10. طبعا عندما إكس أكبر من إيه، عندما إكس أكبر تماما من العدد 1، بما أننا نهتم بالنهاية في جوار اللانهاية، فإننا نهتم في قيم إكس التي هي غاية في الكبر، سنأخذ الجوار لللانهاية من 1 مفتوح وحتى اللانهاية. عندما إكس أكبر من 1 سيكون إكس ناقص 1 أكبر تماما من 0، وبالتالي قيمته المطلقة هي نفسه. إذن أصبح لدينا 4 على إكس ناقص 1 أصغر تماما من 1 على 10. نقلب طرفي المتراجحة علما أنهما موجبين تماما، يصبح لدينا إكس ناقص 1 على 4 أكبر تماما من 10. نضرب الطرفين بالعدد الموجب تماما 4، يصبح لدينا إكس ناقص 1 أكبر تماما من 40، وبالتالي بنقل الناقص 1 إلى الطرف الثاني نحصل على إكس أكبر تماما من 41. طبعا كان الطلب إيجاد عدد حقيقي A يحقق أنه إذا كان إكس أكبر من A كان إف إكس عنصرا من هذا المجال. وصلنا إلى متراجحة من الشكل إكس أكبر من 41، أي إكس أكبر من A، وبالتالي يمكن اختيار A تساوي 41. وطبعا أي عدد حقيقي أكبر من 41 أيضا سيحقق هذا الشرط. تماما، شكرا لك أستاذ هاني. أستاذ شادي، هل لكل تابع نهاية حقيقية عند الزائد أو الناقص لا نهاية، أو هل يمكن حساب النهاية دوما؟ لا، ليس بالضرورة. والكتاب نوه بشكل دقيق وبحل دقيق لمثال عن تابع جيب أو تابع FX بيساوي ساين إكس. وهنا سنستعرض مع الأستاذ هاني الحل الذي عرضه الكتاب، ولاحقا سنعرض فيديو تفاعلي يوضح بشكل مرئي دقة التعريف الذي بدأنا به هذه الندوة. تماما، لو سمحت أستاذ هاني تعرض لنا إثبات لتابع الساين في هذه الحالة. طبعا بس شاشة الكمبيوتر لو سمحتوا. طبعا تابع الساين هو تابع دوري. تماما، تتحرك قيمه أو تتغير قيمه في المجال من ناقص 1 وحتى 1، هو تابع محدود. لنفترض على سبيل الجدل أن لهذا التابع نهاية حقيقية، أو لنفترض أن له نهاية، حكما ستكون هذه النهاية هي عدد حقيقي. لو كان له نهاية ستكون هي عدد حقيقي L من المجال من ناقص 1 وحتى 1. لنحاول تطبيق التعريف. التعريف ينص على أنه أيا كان إبسلون أكبر تماما من الصفر، يجب أن يحتوي مجال من الشكل من L ناقص إبسلون وحتى L زائد إبسلون جميع قيم التابع FX عندما تصبح X أكبر من عدد حقيقي معين A. الآن لو افترضنا أن نصف قطر المجال هو 1/3، وكما نعلم أن قيم ساين X هي في المجال من ناقص 1 للـ1 وطوله 2، لو اخترنا نصف قطر المجال إبسلون يساوي 1/3، سيكون المجال من L ناقص إبسلون وحتى L زائد إبسلون طوله 2/3. فمثلا لو احتوى هذا المجال على العدد 1 لن يحتوي على الناقص 1، وبالتالي لن نتمكن من حصر جميع قيم التابع X صورتها ساين X في المجال من L ناقص إبسلون لL زائد إبسلون، أو بصياغة أخرى سيقع عدد لا نهائي من القيم خارج المجال من L ناقص إبسلون إلى L زائد إبسلون، وبالتالي لا يمكن أن نطبق هذا التعريف. وهذا يناقض فرضنا كون التابع ساين إكس يملك نهاية حقيقية، وبالتالي نستنتج أن التابع ساين إكس ليس له نهاية حقيقية عند اللانهاية ولا لا نهائية. ويمكن التعميم أنه كل تابع دوري وغير ثابت، تابع دوري وغير ثابت لم يكن له نهاية
عند اللانهاية، لأن قيامه لن تتجمع حول قيمة معينة L أو في مجال مركزه L ونصف. لندعم الفكرة بالعرض التفاعلي لو سمحت. استكمالا لشرح الأستاذ هاني مشكورا، نلاحظ هنا أخذنا نفس القيم لنصف قطر المجال الملون هنا بالأزرق أي إبسلون يساوي إلى 1/3، وهنا يجب أن ننوه أن قيمة L يجب أن تكون محصورة ما بين الناقص 1 والزائد 1. تماما. لذلك هنا نلاحظ عند تشغيل هذا الفيديو، لاحظوا معي طلابنا الأعزاء، لاحظوا معي أن الخط البياني يقع جزء داخل المجال المنطقة الزرقاء التي وسطها الخط الأصفر الذي هو معادل المستقيم y بتساوي L، لكن هناك قيم تقع خارج هذا المجال، ومنها على سبيل المثال تراتيب النقاط التي تراتيبها ناقص 1 وفواصلها من النمط 2 بي كي ناقص بي على 2، هنا مثلا لاحظوا 3 بي على 2 7 بي على 2 إلى آخره الملونة هنا بالنقاط الحمراء. حتى لو حركنا المجال، لاحظوا معي حتى لو حركنا المجال لكن مع الانتباه أن يكون L ما بين ناقص 1 والزائد 1، لاحظوا معي دائما سيبقى هناك جزء أو يبقى أجزاء من الخط البياني تقع خارج هذا المجال، وهذا ما يدعم الشرح الذي تفضل به الأستاذ هاني مشكورا. طبعا بما أن تابع الساين هو تابع دوري ستتكرر نفس القيم حتى اللانهاية، سيبقى الخط على حاله حتى اللانهاية لأنه يكرر نفس القيم. طبعا نحن هنا عرضنا على مجال صغير ولكن في جوار اللانهاية سيبقى الخط البياني على حاله، ستبقى قيم التابع X صورتها ساين X على حالها. تمام. وبالتالي هذا يناقض التعريف الذي ذكرناه. أستاذ شادي، متى نقول إن نهاية تابع F عند عدد ما هي موجب لا نهاية؟ نعم، هنا سنبدأ بالمحور الثاني كما تفضلتي عند بداية الندوة. النهاية اللانهائية عند عدد حقيقي، وما هو المقارب الشاقولي لخط بياني التابع؟ نبدأ بعرض نص التعريف الذي يقول: نقول إن نهاية F عند A هي اللانهاية الموجبة إذا تجاوزت قيم Fx أي عدد حقيقي M، نلاحظ هنا كلمة أي عدد حقيقي M، حين تقترب X بما يكفي من العدد A، ونكتب ذلك نهاية Fx عندما X تسعى إلى A هو اللانهاية الموجبة. طبعا لكل تعريف هناك صياغة دقيقة لتعزيز الفهم للطالب للتعريف، فهنا الكتاب شرح بشكل جميل هذا الموضوع. كذلك ما هو المقارب الشاقولي؟ نقول أن المستقيم الذي معادلته عند إذن X تساوي A هو مستقيم مقارب شاقولي لمنحني التابع F. إذن لاحظوا ما هو علاقة المقارب الشاقولي بهذا التعريف. نلاحظ هنا أعزائي الطلاب في الشكل المجاور، نلاحظ أن الخط البياني هو الأزرق المنحني، وعندنا خط مستقيم معادلته y بتساوي m كبيرة، وهناك مستقيم شاقولي معادلته x تساوي a، وعلى جانبه مستقيمان شاقوليان أيضا معادلتهما x تساوي a ناقص ألفا و a زائد ألفا. ماذا يقول؟ نرى أن قيم التابع تتجاوز العدد M عندما يصبح بعد X عن A أصغر من حد معين ألفا. ما هو هذا حد المعين ألفا؟ هو نصف قطر المجال الذي مركزه L A ونصف قطر A ونصف قطر هي ألفا. إذن لذلك نلاحظ عندما تتجاوز الـ M الـ FX قيم M فإن قيم X تكون في المجال من A ناقص ألفا إلى A زائد ألفا. تماما. لأنه كلما اقتربت قيم X من العدد A ببعد لا يتجاوز العدد الحقيقي ألفا، كلما كانت قيم FX أكبر فأكبر حتى تتجاوز العدد الحقيقي M. تماما.
سنشاهد عرضا تفاعليا أيضا بهذا الخصوص، وسنلاحظ هناك علاقة ما بين عندما تكبر M وعلاقة ما بين نصف قطر ألفا. لاحظوا معي هنا، عندما تزداد قيمة M فإن نصف القطر يتناقص رويدا رويدا. طبعا نصف القطر دائما ننوه أنه عدد حقيقي موجب تماما. لاحظوا، وعندئذ قيم FX التي تتجاوز هذه القيمة تسعى نحو الزائد لا نهاية، وهذا ما يفسر لاحظوا المعادلة المستقيم X ساوي A أو المقارب الشاقولي. لاحظوا كيف الخط البياني اقترب من المعادلة المستقيم X بساوي A تماماً. عندما X تسعى للزائد لا نهاية تماما. لو سمحت أستاذ هاني نعطي أمثلة للطالب حول هذا التعريف. مثال أول، ليكن C الخط البياني للتابع F المعرف على R ما عدا 3 وفق FX يساوي 16 على X ناقص 3 للتربيع. المطلوب أولا جد نهاية التابع F عند 3 واشرح التفسير الهندسي للنتيجة. نلاحظ أن البسط عدد ثابت أي نهايته تبقى نفسه 16، أما المقام X ناقص 3 للتربيع نهايته عندما X تسعى للثلاثة تساوي صفر، ونلاحظ أن قيم المقام موجبة تماما على مجموع التعريف R مع عدد 3. إذا البسط نهايته 16، المقام نهايته صفر، وقيم المقام موجبة تماما، وبالتالي ستكون نهاية FX عندما X تسعى نحو العدد 3 هي اللانهاية الموجبة تماما. التفسير الهندسي لهذه النتيجة، بما أن X تسعى إلى عدد حقيقي و FX يؤول نحو اللانهاية الموجبة أو حتى لو كانت نحو اللانهاية السالبة، سيكون المستقيم الذي معادلته X تساوي 3 هو مقارب شاقولي للخط C تماما. إذا هذا ما يدعم التعريف في البداية تماما بشكل دقيق. إذا هو أتى هذا المثال لتجسيد الفقرة الأولى من التعريف، والآن سنلاحظ الاستكمال. إذا في مثال ثاني، الطلب الثاني، أوجد مجالا I مركزه العدد 3 ويحقق الشرط تمام. إذا كان X عنصرا من المجال I مختلفا عن 3 كانت قيم FX أكبر من 10 أس 4 أو 10,000. إذن المطلوب هو مجال I مركزه 3، نضع المجال I مركزه 3 ولنفترض أن نصف قطره ألفا، حيث ألفا أكبر تماما من الصفر. الآن عندما X تنتمي إلى المجال من 3 ناقص ألفا ل 3 زائد ألفا، يتوجب أن يكون FX أكبر تماما من 10 أس 4. طبعا بالتأكيد X لا تساوي 3 لأن العدد 3 خارج مجموعة التعريف. تعريف تمام. بس يعرض لنا الأوفر هيد. الأوفر هيد لو سمحت. بس على الأوفر هيد لو سمحتوا. إذن نضع المجال I من 3 ناقص ألفا وحتى 3 زائد ألفا، حيث ألفا أكبر تماما من الصفر. عندما X تنتمي إلى المجال من 3 ناقص ألفا ل 3 زائد ألفا، حيث X لا تساوي 3، يتوجب أن تكون قيم FX أكبر من 10 أس 4. الآن لتعيين المجال I يجب علينا تعيين نصف قطر هذا المجال بحيث يتحقق الشرط. سأضع جانبا إحدى أفكار الحل. إحدى أفكار الحل مثلا نحاول الوصول إلى متراجحة من الشكل FX أكبر من مقدار ما بدلالة نصف القطر ألفا. ولما كنا نريد FX أكبر تماما من 10 أس 4، نضع هذا المقدار بدلالة ألفا يساوي 10 أس 4، يتحقق الشرط، ومن خلالها نحسب قيمة العدد الحقيقي ألفا. الآن نوهنا
منذ قليل أنه إذا انتمى عنصر ما إلى مجال فكان بعد هذا العنصر عن مركز المجال أصغر تماما من نصف قطر المجال. الآن X تنتمي إلى مجال مركزه 3 ونصف قطره ألفا، نعبر عن البعد أو المسافة بالقيمة المطلقة، X ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من ألفا. وكما قلنا الهدف أن نصل إلى إلى متراجحة من الشكل FX أكبر من مقدار بدلالة ألفا لنحاول الحصول على FX بالطرف الأيسر لهذه المتراجحة. FX هو 16 على X ناقص 3 للتربيع. الآن نربع طرفي المتراجحة، طبعا علما أنهما موجبين تماما، سيصبح X ناقص 3 للتربيع أصغر تماما من ألفا للتربيع. نقلب أيضا علما أن الطرفين موجبين تماما، سيصبح لدينا X ناقص 3 للتربيع أكبر تماما من 1 على ألفا للتربيع. الآن بقي لدينا خطوة واحدة للحصول على FX في الطرف الأيسر، وهي أن نضرب الطرفين بالعدد 16، يصبح لدينا 16 على X ناقص 3 للتربيع أكبر من 16 على ألفا للتربيع. الآن وصلنا إلى المتراجحة FX أكبر تماما من 16 تمام. على ألفا مربع، وهذا ما وضعنا فكرته قبل البدء بالحل، أننا نحاول الوصول إلى متراجحة من الشكل FX أكبر من مقدار بدلالة ألفا، وهذا هو المقدار بدلالة ألفا 16 على ألفا للتربيع. الآن نريد FX أكبر من 10 بالأس 4، لذلك نضع 16 على ألفا مربع تساوي 10 بالأس 4، ومنه ألفا مربع تساوي 16 على 10 بالأس 4. ولما كان العدد ألفا موجب تماما وجدنا أن ألفا يساوي 4 على 10 أس 2 ويساوي 0.04، وبالتالي هذا هو نصف قطر المجال المطلوب الذي يحقق شرط. طبعا هنالك عدد لا نهائي من القيم الممكن للعدد الحقيقي ألفا، وكما لاحظنا في الفيديو كما وأيضا في الرسم البياني، كلما كانت قيم ألفا أصغر كلما كانت قيم FX أكبر فأكبر، وبالتالي حكما ستتجاوز العدد الحقيقي 10 أس 4 قيم FX. إذن سيصبح المجال I من 3 ناقص 0.04 وحتى 3 زائد 0.04. مثال آخر. حابب تعقب أستاذ شادي؟ لاحظوا أعزائي الطلاب في المثال الذي حله الأستاذ هاني أتى تطبيقا مباشرا للتعريف، حيث هنا نلاحظ أن 10 أس 4 هي العدد M المشار إليه في التعريف، وحاول من خلال نص هذا التعريف إيجاد قيم ألفا. لم نقل قيمة ألفا، قيم ألفا، لأنه أي قيمة تحقق الشرط المعطى طبعا هي تكون صحيحة، ليس بالضرورة تكون ألفا قيمة وحيدة. تماما. إذن أي عدد ألفا يحقق أن يكون الـ الـ A هي مركزه وألفا هي نصف قطره، طالما X تقع ضمن هذا المجال وتكون FX بالتالي أكبر من 10 أس 4. تماما. إذا نحن وجدنا ألفا تساوي 0.04 بالتأكيد. أي عدد حقيقي أصغر من هذا القيمة وموجب تماما أيضا سيحقق. هناك إجابات متعددة وليس جواب وحيد هذا الموضوع. تماما. عندك مثال ثاني أستاذ هاني؟ مثال أعرض المثال على الشاشة، هو مثال متعلق الحقيقة بالمثال السابق. أيضا FX يساوي 5X-1 على X-1 للتربيع. المطلوب جد نهاية التابع F عند الواحد. طبعا نهاية البسط 5X-1 عندما X تسعى نحو الواحد هي 5×1 5×1 4. أما نهاية المقام عندما X تسعى للواحد فهي 0، وأيضا هنا قيم المقام موجبة
تماما، وبالتالي ستكون نهاية fx عندما x تسعى نحو الواحد هي اللانهاية الموجبة. وأيضا سيكون المستقيم x يساوي الواحد مقارب شاقول الخط البياني، ولكن لم يطلب هذا في نص السؤال. تماما. إذن السؤال جد نهاية التابع f المعين بالعلاقة fx تساوي 5x ناقص 1 على x ناقص 1 للتربيع عند الواحد، ثم عين عددا الفا يحقق الشرط. إذا كان x عنصرا من المجال من 1 ناقص الفا مفتوح لو 1 زائد الفا مفتوح مختلفا عن الواحد، أي أن x لا تساوي الواحد، كان fx أكبر تماما من 10 أس 3. إذن هنا نفس الطريقة، لكن نلاحظ هنا أعزائي الطلاب أن البسط ليس عددا ثابتا، إنما عبارة عن كثير حدود من الدرجة الأولى 5x ناقص 1، وسنرى مع الأستاذ هاني كيف سيتم التعامل في هذه الحالة. هنا M عبارة عن 10 أس 3 إذا طبقناها مع نص التعريف. طبعا عندما x تنتمي إلى هذا المجال سيكون x ناقص 1 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من الفا الذي هو نصف قطر المجال، كما ذكرنا سابقا الوصول إلى fx أكبر من مقدار بدلالة الفا، هذا هو الهدف. نربع الطرفين لأن مقام fx هو x ناقص 1 للتربيع، نربع يصبح لدينا x ناقص 1 للتربيع أصغر تماما من الفا للتربيع، نقلب يصبح لدينا 1 على x ناقص 1 للتربيع أكبر تماما من 1 على الفا للتربيع. الآن لو ضربنا الطرفين بالعدد 5x ناقص 1 سيصبح لدينا في الطرف الثاني مجهولين هما x والفا، وكما قلنا أن هدفنا هو fx أكبر تماما من مقدار بدلالة الفا، لذلك نحاول مقارنة البسط عندما تكون x قريبة جدا من الواحد، نقارنه مع عدد بدلالة الفا أو عدد ثابت. طبعا يمكن اختيار الفا صغيرة بما يكفي لتحقق أن 5x ناقص 1 أكبر تماما من الفا. لاحظ عزيزي أنه كلما كانت الفا صغيرة كلما اقتربت قيم x من العدد 1، كما قلنا بعد x عن الواحد أصغر تماما من الفا، فكلما صغرت قيمة الفا كلما كانت x قريب من العدد 1، وبالتالي سيكون البسط قريب من العدد 4. إذن البسط قريب من العدد 4 والفا صغير بما فيه الكفاية، وبالتالي عندها سيكون بالتأكيد 5x ناقص 1 أكبر تماما من الفا. الآن يمكن ضرب هاتين المتراجحتين سنرمزهما 1 و2 علما أن أطراف المتراجحتين موجبة تماما، إذن بضرب 1 و2 علما أن الأطراف موجبة تماما نحصل على 5x ناقص 1 على x ناقص 1 للتربيع أكبر تماما من الفا على الفا للتربيع. إذن أصبح لدينا fx في الطرف الأيسر أكبر تماما من 1 على الفا، وهذا ما نقصده الوصول إلى fx أكبر تماما من مقدار بدلالة الفا. تمام. نريد fx أكبر من 10 أس 3، وبالتالي ليتحقق هذا الشرط نضع الفا او عفوا واحد على الفا تساوي 10 بالاس 3، وهذا يكافئ ان الفا تساوي 1 على 10 بالاس 3 او 0.001. وطبعا كما ذكرنا سابقا القيمة الفا تساوي 1 على 10 أس 3 تحقق الشرط، وأي عدد حقيقي أصغر من الفا وموجب تماما أيضا يمكن أن يحقق الشرط. تماما تماما، يعطيك العافية. ننتقل معك أستاذ شادي للمحور الثالث اللي هو نهاية تابع عند عدد حقيقي، وهي النهاية أنه تكون عدد حقيقي. ممكن توضيح للفكرة؟ طبعا المحور الأول مثل ما نذكر أنه عندما X تسعى نحو اللانهاية الموجبة وجدنا أن نهاية التابع FX تساوي L، عند إذن كان هناك مقارب
أفقي، معادلة الواي بتساوي L للخط البياني CF. وفي المحور الثاني كما لاحظنا عندما X تسعى نحو اللانهاية الموجبة مثلا، كان عفوا تسعى نحو A فتجد لدينا لانهاية موجبة. فكنا عرفنا المستقيم المقارب الشاقولي للخط البياني. تمام. الآن هنا سنتعرف الآن النهاية عند A فينتج لدي عدد حقيقي L. تماما. سنقرأ التعريف ثم الصياغات دقيقة له. تابعوا معنا على الشاشة. تعريف L، نقول إن نهاية F عند A هي L حيث A عدد حقيقي و L عدد حقيقي. إذا تجمعت القيم Fx قرب القيمة L عندما تصبح X قريبة بما يكفي من A، ونكتب نهاية Fx عندما X تسعى على A بتساوي L. إذن هنا لاحظوا هنا مختلف الأمر. في التعريف تمام. الأول X تسعى للزائد لا نهاية نتج عدد حقيقي. تماما. في التعريف الثاني X تسعى نحو A فنتج لدينا لا نهاية. الآن X تسعى على عدد حقيقي فنتج لدينا عدد حقيقي. تماما. لنقرأ الأول لنرى رسم ووضح هنا، لاحظوا معي واضح الرسم. هنا لدي مجال مركزه A باللون الأخضر كما هو موضح، ونصف قطره دلتا. إذا هذا هو دلتا الحرف اليوناني الصغير. تمام. ونوجد كذلك نرى مجالا نصف قطره L أي النهاية، لكن هذه المرة نصف قطره إبسلون. ونلاحظ أن لاحظوا الصندوق أو المربع الأزرق. أو الأخر المستطيل. تمام. لا نستطيع أن نقول مربع، المستطيل. كيف تتجمع عندما تغير تقترب X بما فيه كفاية من A؟ تمام. فيقترب الـ Fx بما فيه كفاية من L فتتجمع قيمة التابع حول هذه النقطة. تمام. لنقرأ صياغة دقيقة. الصياغة الدقيقة الأولى، تابعوا معي لو سمحتوا. قال مهما يكن إبسلون العدد الحقيقي الموجب تماما، فإن قيم Fx ستقع داخل المجال L ناقص إبسلون L زائد إبسلون عندما يصبح المتحول X من DF أصلاً، يعني هو مجموعة التعريف التابع، قريبا من A، أي عندما يصبح بعده عن A أصغر من حد معين دلتا الذي يتعلق بالعدد إبسلون. إذا هناك علاقة بين إبسلون والعدد دلتا. لاحظوا نقرأ الصياغة بشكل آخر هنا. كلما اقتربت X من A وكانت ضمن مجال من المفتوح A ناقص دلتا A ناقص دلتا و A زائد دلتا، أي كلما صغر المجال الذي يحوي هذا العدد تماما، وكانت Fx أيضا يقع ضمن مجال مركزه L ونصف قطره إبسلون، فيتغير معه قيمة إبسلون بتغير دلتا. تماما. نقرأ الصياغة الأخرى كمان، صياغة دقيقة أخرى لنفس الرسم. أو مهما كان إبسلون أكبر، لاحظوا الصيغة الأخرى لهالتعريف. أو مهما كان إبسلون أكبر من الصفر فإن مجموعة حلول متراجحة Fx ناقص L أصغر تماما من إبسلون. ماذا يعني هذه الكتابة؟ أي أن البعد بين Fx و L بالقيمة المطلقة أقل تماما من نصف القطر مجال المذكور باللون الأحمر، وتحوي مجموعة من النمط. لاحظوا مجموعة دي اف تقاطع المجال A ناقص دلتا A زائد دلتا، حيث دلتا أيضا عدد حقيقي موجب تماما. وهناك صاغة بطريقة أخرى، أو مهما كان إبسلون أكبر تماما من الصفر فتوجد مجموعة من النمط دي اف تقاطع A ناقص دلتا A زائد دلتا، حيث دلتا أيضا أكبر تماما من الصفر تحقق عناصرها المتراجحة Fx ناقص L. أي هنا حصلنا على صلاح صياغة دقيقة لهذا التعريف. تماما. وطبعا هنا يجب التنويه في الصياغة الدقيقة الأخيرة، أيا كان إبسلون الموجب تماما توجد مجموعة من النمط A ناقص دلتا A زائد دلتا تقاطع DF حيث دلتا عدد حقيقي موجب تماما، تحقق عناصرها المتراجعة Fx ناقص L أصغر تماما من إبسلون. لاحظ معي أنه إذا كان التابع F
معرفا عند العدد الحقيقي A، أي إذا كان A عنصرا من مجموع التعريف F، وجب على العدد A أيضا أن يحقق المتراجحة Fx ناقص L أصغر تماما من إبسلون. وهنا يحصل لبس عند الغالبية أن العدد A ليس من المفروض أن يحقق هذا الشرط. طبعا وفق تعريف كتابنا تماما، العدد A إذا كان عنصرا من مجموعة التعريف DF، لاحظ هنا قلنا DF تقاطع المجال من A ناقص دلتا لإزاء الدلتا، إذن إذا كان X عنصرا من DF وجب على A أن يحقق المتراجحة FX ناقص L أصغر تماما من إبسلون. لذلك وضع الشرط التقاطع مع مجموعة التعريف هذا الشرط المهم جدا. ممكن تعطينا مثال أستاذ هاني؟ طبعا نص التمرين على اللابتوب نقرأه سويا بعد إذنكم. نعلم أن العدد 3 هو نهاية للتابع fx بيساوي تحت الجذر التربيعي ل 4x زائد 1 عند 2. عين مجالا i مركزه 2 ويحقق الشرط. إذا كان x من المجال i كان fx من المجال j المفتوح طبعا من 2.99 إلى 3.01. إذن هنا أعطانا أن نهاية التابع fx هي 3 عندما x تسعى ل 2، ونريد الآن تعيين المجال i الذي مركزه 2 ويحقق الشرط. أيا تكن x تنتمي للمجال 2 ولنكن 2 ناقص ألفا 2 زائد ألفا مفتوح، فكان fx من المجال j بيساوي 2.99 إلى 3.01. نتابع سوية كتجسيد لهذا التعريف. هذا مثال محلول هو في الكتاب الحقيقة رائع جدا يوضح. إذن fx يساوي تحت الجذر التربيعي 4x زائد 1 نهاية fx عندما x تسعى إلى 2. طبعا وجب التنويه هنا أنه إذا كان العدد 2 أيضا عنصرا من مجموعة تعريف f، حتى نقول أن نهاية f عند العدد 2 موجودة طبعا وهو عنصر من مجموعة التعريف، يجب أن تكون نهاية fx عند 2 هي نفسها صورة العدد 2، لأنه كما قلنا سابقا العدد 2 يجب أن يحقق الشرط. الآن المطلوب هو مجال i مركزه 2، نضع i بالشكل 2 ناقص الفا 2 زائد الفا، إذن مركزه 2 ونصف قطره الفا. إذا كان x عنصرا من المجال i كان fx ينتمي إلى المجال 2.99 ل 3.01، أي انتمى fx إلى مجال مركزه 3، كما لاحظنا أن نهاية f عند 2 هي 3. هنا المجال مركزه 3 ونصف قطره واضح كما قلنا، المجال L ناقص إبسلون و L زائد إبسلون، هنا L هي 3 أضفنا إليها 0.01، إذن L هي 3 إبسلون هي 0.01. الآن تحقق انتماء X إلى هذا المجال يكافئ أن X ناقص 2 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من العدد الحقيقي ألفا. الآن وجب أن يتحقق الشرط FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.01. لنقم بحساب FX ناقص 3 أملا بأن يظهر لدينا المقدار X ناقص 2 في عبارتها. FX ناقص 3 تساوي جذر 4x زائد 1 ناقص 3. الآن لو ضربنا وقسمنا على المقدار جذر 4x زائد 1 زائد 3 سيصبح لدينا تماما ضرب جذر 4x زائد 1 زائد 3 زائد 3 على المقدار الذي ضربنا به. الآن البسط أصبح مطابقة تربيعية، تمام. فرق عددين ضرب مجموعهما، مربع الأول ناقص مربع الثاني، إذن 4x زائد 1 هو مربع الأول ناقص 9 وهو مربع الثاني على جذر 4x زائد 1 زائد 3 ويساوي 4x ناقص 8 على جذر 4x زائد 1 زائد 3. الآن لو سحبنا
الأربعة عاملا مشتركا أصبح لدينا 4 بإكس ناقص 2 على جذر 4X زائد 1 زائد 3، وبالتالي ستكون FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة تساوي إلى 4 ضرب X ناقص 2 بالقيمة المطلقة، ويبقى المقام على حاله كونه مقدار موجب تماما. الآن نحاول بحيل ما التخلص من هذا المقام من خلال المتراجحة على العدد الحقيقي X. طبعا نعلم أن X تسعى إلى العدد 2، وبالتالي X سوف تنتمي إلى مجال مركزه 2 ونصف قطره ألفا، صغير بما يكفي. الآن لو وضعنا عندما X أكبر تماما من الصفر سيكون 4X أكبر من الصفر، وبالتالي 4X زائد 1 أكبر تماما من 1، أي أن جذر 4X زائد 1 أكبر تماما من 1، وهذا يكافئ أن جذر 4X زائد 1 زائد 3 أكبر تماما من 4. الآن سيصبح لدينا 1 على جذر 4X زائد 1 زائد 3 أصغر تماما من 1 على 4 بضرب طرفي هذه المتراجحة بالمقدار 4 بإكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة، سيصبح لدينا 4 ضرب إكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة على جذر 4X زائد 1 زائد 3 أصغر تماما من 4 ضرب إكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة على 4. إذن أصبح لدينا هذا المقدار هو FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة. أصبح لدينا هنا FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر تماما باختزال 4 مع 4، يبقى لدينا X ناقص 2 بالقيمة المطلقة. الآن لو وضعنا X ناقص 2 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.01، وبما أن FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر منها سوف يتحقق الشرط، أي عندما يكون X ناقص 2 بالقيمة المطلقة أصغر من 0.01 حكما سيتحقق الشرط أن FX ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.01، وهو الشرط المطلوب. هنا عندما X ناقص 2 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.01، هذا الشرط يكافئ أن X تنتمي إلى المجال من 2 ناقص 0.01 إلى المجال إلى 2 زائد 0.01، وهنا نلاحظ أنه حتى يتحقق الشرط FX تنتمي إلى المجال من 2.99 وحتى 3.01، يجب أن تكون قيم X في المجال من 2 ناقص 0.01 وحتى 2 زائد 0.01. طبعا أي قيمة نختارها لنصف القطر ألفا، ألفا هنا 0.01، أي عدد حقيقي موجب تماما وأصغر من ألفا أيضا سيحقق الشرط المطلوب. عندك تعقيب شيء أستاذ شادي؟ لا، بالحقيقة في هناك أيضا ورد في تدريبات الكتاب تحديدا في الصفحة 42 مثال أو تدريب بالأحرى، هو تطبيق لهذا التعريف. تماما. نعرضه سوية بعد إذنكم على الشاشة. موجود على الشاشة. على الشاشة موجود. سوف أكتب التمرين. موجود، أوجد نهاية التابع F. لا هون بعد إذنك أستاذ هاني. أوجد نهاية التابع F المعين بالعلاقة FX بيساوي X زائد 3 على X ناقص 3. X زائد 3 على X ناقص 3. بس جلس الورقة أستاذ لو سمحت. تمام. عند الخمسة نهاية FX عندما X تسعى نحو الخمسة، طبعا البسط سيكون 8 والمقام هو 2، نهاية البسط حقيقي ونهاية المقام حقيقي. إذا نلاحظ هنا أن A تساوي 5 تبقى لتطبيق التعريف أن A بتساوي 5 و L تساوي 4.
ثم يقول أوجد مجالا I مركزه الخمسة، يحقق الشرط إذا انتمى X إلى المجال I انتمى Fx إلى المجال المفتوح من 3.95 إلى 4.05. إذا هنا أيضا يأتي هذا التمرين لكن هذه المرة كتابع كسري. إذا هنا Fx ينتمي إلى المجال من 3.95 وحتى 4.05. تمام. إذا نلاحظ أن المجال الذي تنتمي إليه قيم Fx مركزه L تساوي الأربعة ونصف قطره نصف قطره هي 0.05. عندما ينتمي X إلى المجال من 5 ناقص ألفا إلى 5 زائد ألفا الذي مركزه 5 ونصف قطره العدد الحقيقي الموجب تماما ألفا، فإن X ناقص 5 القيمة المطلقة أصغر تماما من ألفا. الهدف هو حساب ألفا حتى يتحقق الشرط Fx تنتمي إلى هذا المجال، وبالتالي Fx ناقص 4 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.05 كما فعلنا في المثال السابق. سنحاول حساب Fx ناقص 4 أملا بظهور المقدار X ناقص 5 لدينا في عبارته. X زائد 3 على X ناقص 3 ناقص 4 بتوحيد المقامات تصبح X زائد 3 ناقص 4X على X زائد 12 على X ناقص 3 وتساوي ناقص 3X زائد 15 على X ناقص 3. الآن نلاحظ في البسط ناقص 3 عاملا مشتركا يصبح لدينا داخل القوس X ناقص 5 وهي ما نهدف إليه للوصول إليه. بالقيمة المطلقة Fx ناقص 4 تصبح ناقص 3 طبعا ستصبح 3 ضرب X ناقص 5 بالقيمة المطلقة على X ناقص 3 بالقيمة المطلقة. كما قلنا سابقا نحاول هنا أن نحصل بحيلة أو متراجعة على العدد الحقيقي X أن نتخلص من هذا المقام. طبعا هنا عندما X تسعى نحو العدد 5 بإمكاننا أخذ X أكبر تماما من العدد 4. عندما أستاذ هاني لو نشرح للطلاب لماذا أخذنا X أكبر تماما من 4؟ طبعا عندما نطرح 3 من طرفي هذه المتراجحة يصبح X ناقص 3 أكبر تماما من العدد 1. طرفا المتراجحة موجبان تماما يمكن أخذ القيمة المطلقة للطرفين. إذا X ناقص 3 بالقيمة المطلقة أكبر تماما من 1. هنا تخلصنا من المقام بحيلة أو متراجحة ذكية. الآن بالقلب نحصل على 1 على X ناقص 3 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 1. نضرب الطرفين 3 ب X ناقص 5 بالقيمة المطلقة موجب تماما إذا لا تتغير جهة التراجع فيصبح أقل تماما أصغر تماما من 3 ب X ناقص 5 بالقيمة المطلقة. الآن لاحظوا معي المقدار الذي وصلنا إليه هنا 3 ب X ناقص 5 بالقيمة المطلقة على X ناقص 3 بالقيمة المطلقة هو نفسه Fx ناقص 4 بالقيمة المطلقة أقل تماما ناقص 4 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 3 ب X ناقص 5. الآن هدفنا هو أن Fx ناقص 4 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.05. نضع 3 بX ناقص 5 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.05. إذا لو وضعنا هذا المقدار أصغر تماما من 0.05 حكما سيكون Fx ناقص 4 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.05 كونه أصغر منه. الآن هدفنا الوصول إلى ألفا حيث X ناقص 5 بالقيمة المطلقة أصغر من ألفا. نقسم على 3 تصبح X ناقص 5 بالقيمة المطلقة أصغر تماما من 0.05 على 3. إذن ألفا أصبحت أقل تماما من 0. ألفا تساوي 0.05 على 3 تحقق
المطلوب الشغل. وأي عدد تمام. حقيقي موجب تماما أصغر منها أيضا يحقق المطلوب، وبالتالي سيكون المجال I الذي مركزه 5 I تساوي من 5 ناقص 0.05 على 3 إلى 5 زائد 0.05 على 3. تماما، يعطيك العافية. لو نوضح للطلاب مفهوم الوضع النسبي للمنحني سي مع مقارباته بشكل عام. طبعا الوضع النسبي يدرس فقط بالنسبة إلى المقارب الأفقي. تمام. لدراسة الوضع النسبي للمقارب الأفقي نشكل الفرق. بس بإجازة أستاذ لأنه نشكل الفرق بين ترتيب الخط الباني وهو FX ناقص ترتيب المقارب وهو L. إذا نشكل الفرق FX ناقص L وندرس إشارته على DF. إذا كانت موجبة تماما مثلا قد يكون البسط والمقام موجبين تماما. تمام. عندها يكون الفرق موجب تماما وسيكون الخط الباني فوق مقاربه الأفقي. عندما يكون هذا الفرق سالب تماما سيكون الخط البياني تحت مقاربه الأفقي. أما عندما يساوي الفرق إلى الصفر عندها سيقطع الخط البياني مقاربه الأفقي. وهنا ننوه إلى أنه يمكن للخط البياني أن يقطع مقاربه الأفقي عدد لا نهائي من النقاط. تماما. إذن ليس بالضرورة إذا كان المستقيم في خطأ شائع عند الطلاب بفكروا ما لازم يقطعوا للمقاربه الأفقي. التدريبات في الكتاب يمكن أن يقطعه في عدد لا نهائي من النقاط كما في التابع ساين إكس على إكس. طبعا هذا نهايته عند اللانهاية الموجبة تساوي الصفر. سيتعلم الطلاب لاحقا أو في ندوات لاحقة أنه حسب الإحاطة ستكون نهاية هذا التابع هي الصفر. شكرا جزيلا لك أستاذ هاني. انتهى الزمن المخصص لندوتنا وبشكركم. شكرا أستاذ شادي سمعان مدرس في تربية اللاذقية، وأستاذ هاني حلاوة مدرس في تربية حمص. أغنيته من ندوة بالشروحات الكافية والوافية. شكرا لك. طبعا طلابنا وزملائنا المدرسين هناك ندوة أخرى يوم الاثنين القادم لمتابعة محور النهايات. شكرا جزيلا لوزارة التربية ولمنسق الأستاذ ميكائيل حمود على هذه الندوة. شكرا لكم.